أهم الأخبار الرياضية، أهلا بكم إليكم. برنامج الدورة 32 من منافسات كأس العرش موسم 2020-2021. قبل ما نتعرف على الفرق، المرجو المشاركة في القناة والضغط على زر لايك لتشجيع وتفعيل الجرس، دائما يصلكم الجديد بحول الله. البداية، الوداد البيضاوي يحل ضيفا على أولمبيك خريبكا. الرجاء الرياضي يستضيف الفائز من مواجهة الوداد الفاسي والنادي القنيطري. شباب المحمدية تستضيف الرشاد البرنوسي. نهضة بركان يستضيف يوسفية برشيد. شباب أطلس خنيفرة يحل ضيفا على جمعية السلوية. المغرب التطواني يستضيف الفتح الرباطي. اتحاد طنجة يستضيف المولودية الوجدية. الجيش الملكي يستضيف اتحاد توارقة. اتحاد الخميسات تحل ضيفا على اتحاد سيدي قاسم. اولمبيك سفي يستضيف سريع واتزم. الدفاع الحسني جديد يستضيف نجاح سوس او الاتفاق المراكشي. وداد قرعة سراغنة تستضيف اولمبيك اليوسفية. مولودية الداخلة تحل ضيفا على الكوكب المراكشي. نهضة الزمامرة تحل ضيفا على رجاء بن ملال. حسنية أكادير تستضيف شباب بنقرير. المغرب الفاسي يحل ضيفا ثقيلا على الدفاع حمرية أو الجمعية المنصورية. هذه هي الفرق والمواجهات في الدور 32 من منافسات كأس العرش موسم 2020-2021. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء. كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.